ناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا يا دكتور، لا يا اسطى كده، ده احنا هنكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولايه مزعجه قوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني اضحك. لان انا في حاجه حضرتك، في حاجه يا حاج، في حاجه يا حاج، في حاجه، انت في حاجه، في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ دكتور والله احنا ما رايح طبيعي. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا، بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده افترا على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضية، وأجلتها الجلسة 9-9، الساعة 9. الله، هو انت بتوع الجلسة بتاعت الساعة 9؟ والله حق انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عملية. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج اشطف يا جماعه، لعلمك بقى، ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم مراتي النجلاء ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك، صبع صبع ساعه، هتولع الدنيا وهبلغ الحكومه والامن الشرطه. خلصت خلاص نجلاء. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها، ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين هان؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها اخوفه ولا بعد عنيها. بعد عنيها. انا تعالي يا بنتي، ببص ايديا اخص عليكي كده. عرف نجلاء دي علشان تاجي معايا، قلت لها اني حقتلك حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس. عويس يا ابوي، نزلنا عشان نتفاهم معاك. ما تعملش زيت اسطاني. انا مش عامل زيت اول مره. ما تعملش، اعبطوه. لا لا لا، نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه نزلوه. انت شغلت خدام هنا بس. اخرس. حاضر خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا؟ خلاص ده بيتكلم ازاي ده؟ سيبه ده حاج. حاج واحده دي مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا الا على الجلسه، ومرتك دي ما انتش واخدها الا لما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. الله ندخل. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تقدم. هنجي لك احنا الاثنين، بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تاني. والله ضغط النار ده. ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصة تحضروه معانا. اقعد اقعد. ربنا يخلف عليك بالخلف الصالح يا ولدي. عينا ليلا ليلا ليلا.
براحتك يا حلو وانت مين قدك الفرحة باينة في عينيك ومنورة خدك يا رب عوض على اللي اتحرم وديه وخلي حلمه حقيقة يصبح في يوم يلاقيه وما تسيبوش للزمن يقسى ويكره فيه اللي منك منك وانت منه يا عم الشكل هو هو والدم هو الدم اللي منك منك وانت منه يا عم الشكل هو هو والدم هو الدم والدم تملي بتدعيله تدعيله احسن من الامه بتديله تديله والدم تملي بتدعيله احسن من الامه الدوار اللي حصلت فيه الجريمة ده أيوه. كان عليه نزاع من زمان بيننا وبين عيلة أبو حديدة الدوار ده ملك نحن بالورق لكن هم واخدينه وضع يد كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد وقال أنا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني اللي يعرف يخرجني يضربشني ايه يخرجني يفرجني حلو قوي
عيلة ابو حديدة اتلمم وهجموا على الدوار. ايوه. وهب قامت العركة. اوبا. امال ايه؟ اما بعد ما قال اللي يعرف يضربطني يضربطني. وقع فيها حنجل ابو حديدة قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قال لك اللي يعرف يزقلطني يظبطني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي ايوه. قدامي. ايوه بقى مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة ابو حديدي. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سيادة القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سيادة القاضي ده المتهم بريء، يبقى هو كده كان في حالة دفاع عن النفس. لا لا ما انتش فهمان. اخد الاكل وراح اقعد. قعدنا. ما انتش فهمان حاجة. هل. احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمة اللي من سنة 1920. لا نهار اسود، يعني تقريبا من بداية الخليقة. بداية خليقة ايه؟ لا موجودة في الدوار. في الدوار عندهم هناك؟ كبير ايه. طيب هو قول لي حاجة، انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلقولو زيرو. طب اسم الجد؟ جلط. واللي بعده؟ ملط.